ومن مدينة كوفنتري في بريطانيا ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن هذه المعلومات من المرصد السوري حول هذا الانفجار في مستودعات الصواريخ، مزيد مستودعات للصواريخ تابعة للواء 81 للجيش السوري، مزيد من التفاصيل منك. نعم صباح الخير. أو في داخل اللواء 81 للقوات النظام أو الجيش العربي السوري بين مزدوجين، هذه المنطقة الواقعة شمال شرق دمشق وتحديدا اللواء يقع قرب مدينة الحيبة نحو 4 كيلومترات عن المدينة. جرى الانفجار بعد منتصف الليل أي نحو الساعة الثانية بتوقيت سوريا، واستمر لنحو ساعة ونصف إلى أن تمكن المواطنون من مساعدة قوات النظام بإطفاء الحرائق، ولكن المستودعات انفجرت. هناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية. إلى الآن لا نعلم إذا ما كانت الأسلحة الموجودة في هذا المستودع هي لحزب الله المنتشر بشكل كبير في تلك المنطقة، ليس منذ بداية الحرب السورية أو الثورة السورية، بل منذ العام 2006 حزب الله لديه معسكرات ويدرب على الصواريخ في تلك المنطقة وتحديدا في هذا اللواء وبقربه في قطاعات تابعة للفرقة الثالثة بقوات النظام. حزب الله كان موجود للآن ولقبل أيام موجود في تلك المنطقة، لذلك نقول بأن هذا الانفجار، ولكن المفارقة بأنه الانفجار الثاني خلال 48 ساعة بمخطط إسرائيلي على ما يبدو جديد وواضح أنه إسرائيلي، تفجير الصواريخ من الداخل بعد أن تعذر استهدافها من الجو، أو على ما يبدو لأنه أسهل استهداف كون أن الصواريخ والمستودعات هي فقط تقع داخل الجبال، أي هي مستودعات تم حفرها داخل الجبال. على ما يبدو أن الخرق الإسرائيلي بات كبيرا وكبيرا جدا. تقول لا تأتي هذه الانفجارات بعد أقل من 48 ساعة من انفجارات مماثلة غرب العاصمة دمشق. ما الذي يميز تلك المنطقة؟ هل فقط وجود ميليشيات تابعة لإيران ولهذا يتم استهدافها، أم أن هناك ربما أسباب أخرى؟ له مستودعات صواريخ أرض موجودة في هذه المنطقة، وكان سابقا يطلق صواريخ من هذه المنطقة باتجاه مناطق سورية مختلفة، ولكن أيضا مميز هذه المنطقة وجود حزب الله فيها وضمن قطاعات عسكرية للجيش العربي السوري بين مزدوجين، لأن من المفترض أن هذا الحزب هو حزب طائفي أن لا يتواجد داخل قطاع عسكرية. لذلك أقول بأن طالما حزب الله موجود على داخل الأراضي السورية سوف نشاهد الكثير من هذه الانفجارات، ولكن المفارقة لا تعليق على الإطلاق من وزارة الدفاع التابعة للنظام، لا على تفجيرات غرب دمشق ولا على تفجيرات شمال شرق دمشق، وكأن الانفجارات هي في دولة ثانية وليست بقرب العاصمة وقرب وزارة الدفاع. حتى الآن تقول هناك خسائر مادية، لكن لا حديث أو معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، هل هذا صحيح؟ المعلومات مؤكدة عن الخسائر البشرية، ولكن حجم الخسائر البشرية إلى الآن غير معلوم، كون أن هناك طوق عسكري نقل من نقل في سيارات الإسعاف، ومن تحول إلى أشلاء تحول إلى الأشلاء. وقلت بأن الانفجارات كانت كبيرة جدا واستمرت لنحو ساعة ونصف أو ساعتين إلى أن خمدت حدة الانفجارات وخمدت الحرائق، ولكن الأمر بالخسائر البشرية لا استطيع يعني نشره الآن إلى أن نتأكد بشكل قطعي ما هي حجم الخسائر البشرية داخل هذا اللواء، ولكن الصواريخ دمرت بشكل كامل والمستودع داخل الجبال دمر بشكل كامل، وهناك في تلك المنطقة لكن الأسرار العسكرية لا أخذ بها، ولكن الجميع يعلم بأن تلك المنطقة هي منطقة عسكرية. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري البريطانية.